حسيم اهلا وسهلا. صباح النور حيم، تحيه ليك، تحيه لكل المتابعات ومتابعي اذاعه الحياه فيم. ان شاء الله ربي لا يحرم مؤمن من الحج، ان شاء الله ربي يوصل حجاجنا سلمين. الناس الكل كما قلت اليوم هي العيادات الطبيه لفائده الحج بتاعنا على مستوى ولايه القيروان. العيادات بالنسبه لليوم هي مخصصه لثلاثه معتمديات، وما كل من معتمديه السبيخه الوسلاتيه وعين جلوله. دونك العيادات الطبيه اليوم هي موجوده في المركب الثقافي اسد بن فرات، تحديدا في قاعه الحليوي. الحقيقه الاطارات الطبيه والشبه الطبيه كلهم موجودين لهنا على قدم وساق باش يامنوا يعني كل الخدمات الصحيه لفائده الحجيج نتاعنا. كثير زاد الحجاج نتاعنا اللي نزلت اسمائهم في القائمات جاوا اليوم باش يتلقاو الفحوصات الطبيه اللازمه. لكن علاش في اكثر تفاصيل تحضر معنا مدام او دكتوره هدى الديوالي، هي المشرفه على هذه العمليه، باش ناخذوا من عندها اكثر تفاصيل في المباشر. دكتوره صباح النور، مرحبا. عسلامة، مرحبا بكل متابعين الحياة اف ام. انا هدى ديواني، ممرض رئيس والمسؤول على المنظومة المدمجة للحج بالقيروان. اليوم حرصا على تقديم افضل الظروف للحجيج الميامين، قامت الادارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع المجمع الصحة الاساسية بالقيروان ببرنامج للفحوصات الطبية. تم الاتصال بجميع المعتمديات، قمنا بالتحاليل او سان دي ديليغاسيون. اليوم بدينا معتمديه عين جلوله من الوسلاتيه ومعتمديه السبيخه، وكانت الظروف طيبه والاقبال متواجد وكامل، وعدينا لهم وفي افضل الظروف، كانوا فرحانين. ان شاء الله ربي يتقبل، ان شاء الله ربي معاهم ومعانا. دكتور هدى، دكتور هدى اعطيناهم جمل النصائح الطبيه اللي ممكن تفيدهم في يمشيوا الغادي. وصينا على الدواء، وصينا على شرب الماء، وصينا على اخذ الاحتياطات اللازمه. دونك كملنا لهم تحاليلهم وكل والفحوصات الطبيه نتاعهم، وعلى موعد ان باش نكملوا لهم التلقيح ان شاء الله ب ان كولابوراسيون مع وزاره الشؤون الدينيه. مدام هدى، حبيت نسالك اليوم عن الوسلاتيه، عن السبيخه وعن عين جلوله، بالنسبه لبرنامج بقيه المعتمديات بيان سور اذا كان القوم موجود عندك. بالنسبه لبقيه المعتمديات باش يكونوا ريبارتي دوران لي 10 جور القادمين. دونك كل يوم عندنا زوز معتمديات حسب ليفيكتيف تاع الحجاج يجيو بحدنا هوني دار الثقافه. نحن اون انسيست بيان على ستاتيو فاكسينال كوفيد، ماذا بينا اللي يجي يكون معاه اشنو لقح في الكوفيد. نوع اللقاح. نوع معناها شهاده تلقيح. شهاده تلقيح تثبت انه ملقح على الكوفيد، لا بانديمي دو كوفيد. دونك غدوه ان شاء الله عندنا شبيكه وعندنا معتمدية العلاء. كيف هما قاموا بالتحاليل الطبية نتاعهم، وغدوة إن شاء الله يكملوا الفحوصات الطبية في انتظار أن نكملوا نخرجوا أون ليست نوميناتيف ونعملوا لهم التلقيح نتاعهم. دكتور نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك، عايش. نشكرك. دونك الحايم كيما قاعد تشوف، دونك كل مرة ياخذوا معتمدية من المعتمديات، كما قاعدين نشوفوا في الصور تقريبا مكاتب الأطباء اللي قاعدين يقوموا لهنا في الفيزيت ميديكال. إن شاء الله حاج مبرور للجميع. أمين. واللي متسوق وما طلع في اسمه اسمه إن شاء الله العام الجاي يطلع اسمه بالتوفيق فقط. انفورماسيون صغيرة نعطيوها للناس اللي يسمعوا فينا توا واللي أسمائهم نزلت في الحج، أنهم كيف يجيوا للفيزيت ميديكال فاوبليغاسيون لازمهم يجيبوا معاهم جواز التلقيح، وهو في حد ذاته بالنسبة لجواز التلقيح فإن وزارة الشؤون الدينية كانت أثرت انه جواز التلقيح يكون موجود حتى بالنسبه للحجاج نتاعنا قبل ما يطلعوا في الطياره. ان شاء الله حج مبرور، وان شاء الله ربي يتقبل ان شاء الله. حسام قبل ما نخليك، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وان شاء الله ربي يتقبل منها زياره سيدي نبي مقام سيدي نبي عليه الصلاه والسلام، امي زهره الربحي اللي ان شاء الله زاد سنين باش تتوجه وليا الوالده، سلموا عليها برشا ونقول لها ان شاء الله الشرطاني سيسا اي حرم ربحي ان شاء الله ربي يتقبل منه ومنها وتسلمنا عليها برشا برشا. ان كرون ميرسي لك انت واحمد الشفار، كملينا معاكم حتى ال 11:30. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياه تفاعل.